أنت كريم وطيب وتستاهل الخير يا جازي. الله يديم عليك الخير يا شيخ. مير أنت غادر تديره ومعك ناقة واحدة، يوم عاوت يا ما شاء الله. منين يا جازي؟ الخير رزقا من الله. أي رزقا من الله والنعم بالله ولا إله إلا الله، وحنا بعد نريدك الخير، لكن ودنا نعرف من وين هلت عليك الرزقة. كل بغطى مستور. أقول يا هاجم، وش سويت بالسالفة اللي بيننا؟ الصحيح يا طويل العمر السالفة عويصة، لكن لابد منها. لعاد مر على الرجال واحد واحد، وبكرة بعون الله مع تالي النهار تكونوا عندهم. صار يا شيخ. ومثل ما قلت لك، كدوا على المراعي، البيوت لا تصلوها. انت تقول حنا نصول ونجول. ودكم تغزو يا طويل العمر؟ لابد منها يا جازي، لابد منها. الناس متضايقة وما هي مطمنة، ودنا نغزي ونجيب الغنائم ونقضي حاجات أهل ديرتنا. ومن هذول اللي ودنا نقضيهم؟ القحطان. القحطان؟ يا رجل استهدي بالله، الليل أسود ورايه أسود، وش رأيك تخلي مشوارك الباكر؟ الشيخ متعب يخطط للغزو، وأنا إذا رحلت بكرة عزة الشيخ قحطان وأصحابه ما يقدرون يحتاطوا للي وده يصير. وأنا إذا رحلت الحين بكرة على الفجر وأنا عندهم أخبرهم. يعني مصمم؟ مصمم. إذا طريقك أخضر، في أمان الله. الله بعين شاعته. الله معك.